ولا ان العيال عنده فيديا سوريا ما تدلوش اعتبريه اعتبريه مضمن عليهم وانها ايه قبل كده الميتك الميتك خليك ترجع لو انت عندك فيديا سوريا وجرامت بريد الانتستر تدري عن اعتبريه الجرامت ممكن تطلع لفين من الستومر ويحصل نفس الموضوع طب لو مضطر تبدا تبريد هنا بقى مكتوب في الكتاب انتي ماتيك بيخليك ترجع يبقى تبدا ايه بقى قبلها ولا بعدها قبلها طبعا مش صحيح ادي العلاج رجع وبعد ما رجع اديله بقى الانتي ميتيك انا عملت ايه لا ادي انتي ميتيك دلوقتي وبعديها بتاع عندي العلاج انشا يبقى انت دلوقتي عشان تمنع الانترنال انفكشن عشان تمنع الانترنال اول انفكشن لو هتدي ديبلوزامايد ادي بعديه بساعه شربة طب لو هتدي اعتبرين قبليه بساعه ادي انتي ايميتك طب انا رايح دماغي انا فاكر قلت في ده انه ينفع في كل السيستوله انا رايح دماغي وادي علاج اسمه ماشي كوانتيل فنتريسيل اللي كتبه مكتوب عندك رقم 3 فنتريسيل رايح دماغي في الدين احسن من القصه دي كلها تدي طبعا رقم 3 فنتريسيل اللي هو هو ايه دوزما هو كذا واضح طبعا ان التينيا سوليوم اخطر بكثير من التينيا سيرجيناتا اخطر بكثير انا هتعملها في مرض اسمه سيستيسيكوزيس لو دخلت شفه لرئيس الاسم لو متوصى عليك ودخلت برئيس الاسم يقول لك التينيا سوليوم مور دينجرس من التينيا سيرجيناتا او زي ما احنا قلنا الانفكت بتعملها كريستيس الفوزس تقول لك لو السبب الثاني ايه هي عاوز تسمع منها كلمة فوزس هتخلي دي بتقعد معاك بتقعد تهت وجهك الكريستيس بتاعتك معاك طيب خلينا في السيستيس الفوزس حبة بقى عشان خلاص عشان انا اجيلي سيستيس الفوزس عشان اجيلي سيستيس الفوزس هاكل الايج بتاعي الدنيا سوري بص يا باشا البيضه هتروح تعمل لك سيستيس الكوزس هاكلها بكذا طريقه اول حاجه هاكل البيضه بتاعت الدنيا سوري ازاي كنت مالي في الفول كنت مالي في الفول هاكل الفول كنت مالي في 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 الفول كنت مالي او انترنال بالعلاج مش كده؟ دي انا سيستيس هشتكي من ايه؟ قولي على حسب سايت في البرين في الاي في الفور تحت الجلد في الفاصل على حسب المكان لو عندي سيستيس الكوزس تعليق ازاي؟ قصدي تعمل لي دايجنوزس ازاي؟ انا عندي سيستيس الكوزس عندي رقم فاصل بتاع سيستيس الكوزس في التشو لو عملت لي سيستيس اكزامينشن يطلع ايه؟ نيجاتيف انا عندي رقم في التشو تشو ما تعمليش ديجنوزيس تاخد مني بايوبسي الافكتد ماسل او افكتد تشو هتلاقي فيها سيستيس سيرفيس بايوبسي لكن لو في البرين تاخد بايوبسي لو في العين تاخد بايوبسي وترجع لي الباقي طب لو في البرين تعملي سيتي سكان في الار بايوبسي هتسقوط هل السيتي سكان والابسالموسكوب يقول لك ان دي سيستي سيكاسيلوزا؟ لا هيقول لك ده عنده لارف عنده سيستي عنده سيستي جناين ماليجنانت مش عارف سيستي سيستي معرفش اتاكد ازاي ان عنده سيستي سيكاسيلوزا عندك لارفا اكسترا تيستاينال سيستي كورا سيكاس سيرولوجيكال اكسترا ديرما تيستي وانا مهمة صح؟ اي لارفا اي دوده بره التست قلت لك قبل كده سيرولوجيكا انترا ديرما تيس تاكد لك تحسب لك العمليه يبقى انت عاوز تتاكد عندي سيست سيركوز ولا لا لو خدت بايوبسي من التيشو ممكن تلاقي ده خلاص لكن في حته صعبه انك تاخد بايوبسي برين اه طب تعمل ايه سي تي سكان والحاجات دي مش هتقول لك ده عنده سيست تقول لك ده عنده سيست بس طب هتأكد ازاي؟ سيرولوجيكال انترا ديرما
العين عنده سنسز اكولوجيس عالج اسعاف الجرح، فعنده ازاي؟ عنده ضربة في التيشو لو واحدة ولا اتنين شيلها، لكن لو عدد كتير او في مكان صعب تعمل ايه؟ وانت مغمض ادي بنتريسيت ثم ماشي تقول لك بنترا انت هتعكس ايه تعملها عليها على طول ثم انت ماشي بنتريسيت تاني بنتريسيت لمده اسبوعين الضربه دي اصلها ايه؟ هتموت، بس للاسف بعد ما تموت تعمل لك الرج تقصهم وتنزل لك وتسكت لما تموت تعمل لك الرج يبقى بالمرة لو تقيد العلاج تدي انتي هستامينيك او كورتيكوسترويد عشان يقلل او يمنع الالرجي ممكن تحصل عشان تعالج السيسيس الكودس ادي انت بتفيد لمدة اسبوعين ولازم تدي معاك كورتيكوسترويد او انتي هستامينيك عشان تمنع الالرجي تحصل واضح طبعا سيسيس الكوزيس تمنع ده سيسيس الكوزيس حد يقدر يقول لي انا عشان مديه سيسيس الكوزيس نظافة شخصية لو انا عندي كينيا سوليا مصبراتي للإكسبينال أوتو انفكشن معايا لو رحت الدكتور عشان خاطري بلاش يديني نيكلوزا مايل بلاش يديني التبرئين ولو هديه ما في الكورس انتو نعمل شوية اكل اكل بتاع نظيف وعالج البني ادمين وعالج الحيوانات لان الحيوانات دي كلها غير شكل من الاماكن دي الشكل ده كلمه تهمني قوي عشان خاطري تكلم معانا في اللايف سايكل اي لايف سايكل في الدنيا قضى تبيض البيضه تدي يرقه يرقه تدي قضى ثلاث محاور بنمشي في ده قضى تبيض البيضة تدي يرقة ويرقة تدي أرض لو خدت اليرقة تديك إيه؟ عضل ولا ترجع تديك إيه؟ لو خدت الأرض تديك إيه؟ عضل طب لو خدت الإيه؟ تديك اللي بعدها إيه؟ يرقة مش كده؟ ما حدش عبيط يقول لي أكل الإيه؟ تديني عضل إزاي تموت دي؟ معايا؟ أكل البيضة تديني الأربعة اديو كانت البيضه بتاعتني سوريا بتعمل سيسيس الكوز او لا سيسيس الكوز في التشو طب لو كانت دي موجوده في التشو بتاع الخنزير في الفور كانت لحمه فيها سيسيس الكوز تعمل لي انا بقى ايه؟ اديني ادلت شايفين يا جماعه ماشيه ازاي؟ عشان تاكل عشان يجي لك تيجيزيس تاكل بورت فيها سيسيس الكوز فور طب عشان يجي لك سيسيس الكوز تاكل ايه؟ اديني اسود تعمل لي ماشيه ازاي؟ ولو جه قالك بالامتحان رايت اون سيستي سيركوزس سيستي سيركوزس تفتكر اوزس يعني مرض نتيجه وجود لاربه في التشو واللاربه اسمها ايه؟ هو مديها لك في الكويه اللاربه اسمها ايه؟ سيستي سيركوزس مش كده؟ دي اللارب عندي في التشو دلوقتي بالامتحان يقول لك رايت اون سيستي سيركوزس يبقى انت عندك سيستي سيركوزس في التشو طب عشان تجي لك في التشو كالتي بعدين فيها ازاي؟ عشان يبقى عندك لارفا تاكل ايه؟ الايج ولا اكل الايج؟ قول لك شويه اكل لك كنت عملت فود او اول من الفيتش طب انت عندك لارفا في التشو هتديك من دي على حسب المكان شو بتضغط هنا 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 وشبلت زي نوتس اي حاجه في التشو وانت مغمض سيرولوجيكال انتراديرما تيست زون 3 فود بايوبسي ممكن تلاقي تعمل سي تي سكان فاهم انا بقول ايه؟ فكر ان العمليه سهله ما تقعدش تحفظ وتصم سؤال مين اكتر يجيله سيسيس الكوزس واحد بياكل بورك ولا بياكل بيف سيسيس الكوزس ما قلتلكش التينيزيس فوليا ها اكتر يجيله سيسيس الكوزس ياكل فورك ولا ياكل بيف؟ ولا ما تفرقش؟ ها؟ بتفرق ازاي يا باشا؟ تاكل فورك هيجيلك ايه؟ قضب. ما عندك قضب ممكن بقى اوتو انفكشن يجيلك.
غير اللي ممكن التمرين الفود يجي لك. طب لما تكونش بورد خالص ممكن يجي لك سيستم جزء ولا لا يجي لك التمرين الفود كده. مين اكتر يجيله سيستم جزء بياكل بورد اكتر من اللي ما بياكلش بورد؟ ليه؟ لان بياكل بورد هيجيله ادلت، وطبعا عنده ادلت اوتو انفكشن. الاستاذ يقول لك لا انا نظيفي كويس، ممكن في انترنال اوتو انفكشن، ممكن يجي لك سيستم جزء. اي واحد من اللي قاعدين يجيله سيستم جزء، اي واحد عن طريق ايه؟ كونتامينيتد فود، اكل ملوث. البان يقف بياخد بالك من الاكل، تروح فندق حد يعمل لك اكل وايديه ملوثه من الاكل ديه، مش كده؟ يجي لك سيستم جزء. كلكم ممكن يجي لكم سيستم جزء معايا يا جماعه؟ لكن مين اكتر؟ اللي هو عنده قرن في سوريا عرضه اكتر يجيله سيستم جزء. يبقى مين اكتر؟ دينيا سوريوم ولا دينيا سجيناتا؟ قول له دينيا سوريوم اكتر، لان الهيك بتاعتها انفكتيف وتعمل لك مرض اسمه سيستيشيكوزيس. في تمييز لو جالك في الامتحان قال لك باستوجينيسيس دينييزيس سوريوم، دينييزيس سوريوم، هتكتب لي صفحه كامله هتقول لي الاذر هتعمل كذا وكذا وكذا في الجسم، وتقول لي ممكن يجي لي منها سيستيكوزي، وتقول لي يعمل كذا وكذا وكذا، وتكتب لي سي ليتر، وتكتب لي اسكوزين السجيناتا، تقول لك تلاقي هنا بقى تكتب لي صفحه كامله لو قال لك باثوجينيس اوبتينيز ادي تينيا سوريا مع سعاده الباشا. في جدول عندك في الكتاب مش كده؟ وفرق تينيا سجيناتا من تينيا سوريا ده جه السنة اللي فاتت، نص السنة قالت لهم ايه الفرق في اللايف سايكل بين كينيا سجيناتا وكينيا سوريا؟ العبيط طبعا لازم اللايف سايكل بتاع كينيا سوريا واللايف سايكل بتاع كينيا سجيناتا، وقعد يكتب قعد يكتب في الاخر خد نص درجة بالكتير. هي كانت عاوزة البراجراف التحتاني من الجدول، البراجراف التحتاني في اللايف سايكل الفرق في اللايف سايكل بس هي عاوزه التفاصيل الثلاثه دول بس. كانت قصده حاجات معينه، كانت قصده تضربنا تضرب الدكاتره. قالت لنا يا جماعه ما حدش ينزل نور، اشرحوا من كتاب الاسم. في ناس سمعت الكلام وفي ناس ابتدت تنزل نور معايا؟ فقالت هي بقى تدور بقى في النص دي ايه بقى اللي مش موجود عندي، تضرب النص اللي طلع فات. يقول لك ايه الفرق في اللايف سايكل؟ أصدر حتة البراجراف ده بس. لو بتذاكر من النقطة دي يقول لك تعمل سمعانك عايمة بقى براحتك بقى تكتب بقى ضايع المحمد ده. ذاكر أرزلك بس تذاكر من الكتاب، ذاكر من الكتاب. أي ورقة تاني خده اقرأ، أنا بديك ورقة أقرأها وحد تاني بديك ورقة اقرأها، بس السورس بتاعك الأساسي هو الكتاب. ما تجيش أعصابك تعتع عملية الامتحان وتذاكر من كام ورقة كده وقعد لي ده ممكن تجيب لي حته دي مش موجوده. زود تعرف احنا عندك الكتاب غير البرجله اللي في دماغك؟ لا خليك ذاكر. صورت قدامك ورق كتاب، خد اي ورق في الدنيا بعد كده اقرا حطه في دماغك وفرفور مين بعد كده ما تفرقش معاك، لكن ما بقاش هو المصدر الرئيسي بتاعك. ده الاساس عندك. امتحان النص السنه اللي فاتت كان تدبيسه، يقول لك لايف سايكل بتاع الدنيا دي كان عقل وظيفي. السؤال بعد كده كيف لايف سايكل؟ تدبيسة يعني. ما علينا. لو قريت لك الجدول دوت لايف سايكل في ناس كتير هيترسم. البيضة بالمربع. أي كلمة تجيب سيرتها في الكتاب في الامتحان ترسمها. فاهميني؟ إج ترسم إج. تجيب سيرة ضربة ترسم الضربة. أي كلمة تجيب سيرتها ترسمها. لازم عندنا سبارتا الأمل يجي لك لو اخوات يقول لك ايه الفرق بين تينيا سجيناتا وتينيا سوريا في الأمل؟ فيرق الاسكوليبس يبدو الاثنين عن الاكل هما تو سيجمنت وجراف تو سيجمنت فشو يعني بانتيكا وجايجانتيكا؟ دول احنا شفت الاخوات اي اخوات ممكن تجيبها لك في الامتحان تيبل اي اخوات أمل مش اخوات مش مهم انهم اخوات يبقى أمل هو مش اخوات كان واحد كبير قوي في تينيا سوريا. في واحدة مهمة برضو قوي
اسمها ستيلوكوكس جرانولوس. ستيلوكوكس جرانولوس وستيلوكوكس مالتي لوكيلاس. ايه ستيلوكوكس جرانولوس؟ دي جرانولوس بتاع فين التاني يا جماعه؟ دي موجوده في السمول انتستين اوف دوغ. جرانولوس الفوكس مالتي لوكيلاريس في السمول انتستين اوف فوكس. فوكس يعني ايه؟ ثعلب. لسه امتحان الماجستير الاسبوع بالظبط الماجستير في باراسايتولوجي قالت لهم دايجنوزيس معايا بتاع سمول فوكس تيب مور. فوكس تيب مور فوكس الفوكس الوحيد اللي بتاخدها في الفوكس مالتي لوكيلاريس. هذا سؤال ماجستير انت عارف الفوكس الوحيد اللي بتاخدها في الفوكس مالتي لوكيلاريس. الجلوكوكس جرانولوزس مالتي لوكيلاريس انا بدرس الجلوكوكس دي يا دكتور. واحدة عند الكلب والتانية عند الثعلب. أنا مالي ومال الكلام ده هو؟ القبط عند الثعلب وعند الكلب، طب أنا مالي؟ لأ، أنا بدرسها لأن بنتها عندي. بنتها اللي هي مين؟ اللارفا. القبط مش عندي لكن اللارفا عندي. اللارفا اسمها هيدافيت سيست. عندي أنا بقى هيدافيت سيست. الأم مش عندي والبنت عندي. فبجد إزاي هتعرفوا بقى؟ الأدر الإيكينوكوكس جرانيلوتس نص سنتي أصغر ستولة على الإطلاق معايا؟ نص سنتي عبارة عن راسه كام سيجمنت يا جماعة؟ واحد اثنين ثلاثة. الراس بتاعتها ماسكة بأربعة سكر كروبوكس زي بتاع كينيا سوريا بالظبط. سكر شين أول سيجمنت هتكون إما تيور والتانية هتسوي الدلتا جرافت. الجرافت تقريبا حجمها نص حجم الدلتا. جرافت سيجمنت لو كلب عنده دلتا ليا في الانتستين عمل ديفيكيشن في الغير ايه اللي ينزل؟ جرافت. كلب عنده دلتا ليا جرافت تقع من فرع هيطلع منها اكس. البيضة اللي شفناها فينا قبل كده شكل البيضة بتاع التينيا سوليا شكل البيضة بتاع الفينيا بالظبط مورفولوجيكال. البيضة دي لها تعديل بقى كان بيعمل ديفيكيشن في الغيط والبيضة دي موجودة تيجي تنفنى خالص البيضة دي في الأكل بتاعها بتاعي. ممكن يبقى عندك كلب في البيت الكلب ده مش نظيف عنده دودة دي مش نظيف وعمال يجري في الجنينة ويبهدل نفسه ممكن تلاقي البيضة موجود في الشعر بتاعه. سيادتك تخلص الدرس وتروح البيت يقابلك بالاحضان واحضان بتاع ده خبر اسود وتاكل البيضه وانت مش واخد بالك هتاكل من غير ما تمسك ايدك يبقى انت كاسر البيضه. البيضه بتاعت مين؟ تاكل البيضه بتاعت الاكتينوكوكس هتاكلها عن طريق ايه؟ ده عند الكلب القدر تلعب مع الكلب او تاكل اكل كونتامينيت ملوث يبقى انت اكلت البيضه. لو اكلت البيضه هتتهضم الانكوسفير عن طريق السيركيليشن الروحي الكسره ليفر لان برين بون مصل يعمل لك هيدافيت سيستس. هتيجي هيدافيت سيستس دي حجمها قد ايه؟ من 1 إلى 20 سنتي ممكن توصل ل20 سنتي. ركز معايا عشان خاطري في ناس بهوات قاعده في الطراوه دلوقتي انت ما اكلت البيضه اتهضمت اللي مش في السيركيليشن بتاعتك مين؟ اونكوسفير ده اللي مش في الدم. ولما يروح الليفر لما يروح الليفر يعمل بقى حاجات السيستم مش دي بقى ماشيه في السيركيليشن. انا اكلت البيضه اهي اتهضمت كلها والانتوسفين مش في الدم راح الليفر والليفر بقى كبر كبر الانتوسفين انت عدد السيستم 70% بيكون في الليفر
20% في اللحم 10 في أي حتة بقى 10 في البرين في البون في المعصب في أي حتة احتمالات الهيدرسيس في الجسم أهي مدامك الهيدرسيس أنا عشان يجي لي هيدرسيس أكل إيج أوف كيلوتوكس جانيلومس عندها هيدرسيس في البسرة إكسنا تستاينال نرغب برا الانتستين يبقى عندي مرض اسمه أدلان فبتيش يا جماعة. أنا عندي ولا اسمه هيداتي دوزيس أوزيس. الهيدات عندي. أدلان فبتيش يبقى عندي ولا اسمه هيداتي دوزيس. ده تالت أوزيس بتاعه. فارجانوزيس. سيستيس أوزيس. هيداتي دوزيس. هم أدلان فبتيش. أدلان فبتيش. شو بقى تكون من إيراكيز أول بقى. أول ليار يا جماعة من بارنا. لونها ايه؟ لونها ايه اول ليه يا بنت؟ ها؟ اول ليه لونها ايه؟ براونش انا لا انا عايش لون براوني يا جماعه اول ليه من بره لونها ايه؟ ممتازه تاني ليه لونها ايه؟ خطيره مش شبه كويس تالت ليه ياكل لونها ايه؟ اسود ومهبد يقول لك الهيدات السيستم بتتكون من ثلاثة ليرز أول لير من بره ده جسمك اللي بيكونها دي فايبرس كبسول جسمك بيكونها عشان يعمل ليفيكيشن للجراس عشان تعرفوا تكبر السيستم ده رياكشن تشو رياكشن فايبرس كبسول من بره يسموها بريسيس دي جسمك اللي عاملها يا تاني لير لونها أحمر رقم اثنين هو اسمها لامينيتد لير بنحفظ السيستم ثالث لير عندك لونها اسود ودي اهم لير اسمها جيرمينال لير جيرمينال لير اكيد اهم لير ليه لان دي سيلولر بتولد يا جماعه بتطلع كونتينس بتولد ايه تقول لك رقم 4 في الرسمه شايفين رقم 4 ده انفاجينيشن في جيرنال لير صح لونها اسود جيرنال لير وجواها سكوليكس جمع سكوليكس سكوليسيز كان عاوز نص كلمه لو قلتها ليه نوع الجروب كبسول انفاجينيشن في جيرنال لير وجواها سكوليسيز عاوز تعرف ده انت كنت معاك يعني ممكن الجيرنال لير تولد رقم 6 رقم 6 عبارة عن 2 لير واحدة خمرة والتانية سودة الله زي بتاعت زي السيست الأصلانية مش كده 2 لير زي السيست الأصلانية بيسمها لك دوتر يعني ايه بنت ادي اللي عامل دوتر في بنت اهي زي الدوتر زي السيست الأصلانية لامينيتد لير وجواها جيرمينال لير بس ركز في الرسمة قوي الجرمان اللي هي طلع منها حاجتين هما الحاجتين بلود كبسول اهي دي بلود كبسول اهي صح وغير كده طلع ايه سكوليكس لوحده سكوليسيز لوحده عشان خاطر لو قال لك في الامتحان ايه الفرق بين البلود كبسول والدوتر سيست قول له البلود كبسول 1 لاير جواها حاجه واحده والدوتر سيست two layers وحاجتين صح؟ هما الحاجتين اللي في الدوتا بسيس بروت كابسول غير كده فيها ايه تاني غير بروت كابسول سبيسيز يبقى عندك الفرق بين البرود والدوتا البرود عبارة عن انفاجينيشن في وان لاير اسمها جيرمينال لاير هو سبيسيز الدوتا عبارة عن انفاجينيشن في تو لايرز جيرمينال ولامينيتد وهو حاجتين يوم الحاجتين نوكاسول
البيضة تنزل قدامنا ديت اندوجينس ولا اكسوجينس؟ ذكر جوه اندوجينس فضلع على البرد بس معه اكسوجينس زوكر تسمى هيرميشن وتطلع برد. فايدات التيس ايوه. طب ليه مش هتستفاد بس بسهوله يعني عشان كده ما تشيلهاش؟ ما ده حصل ادمنيشن وطلعت بره. لو قعدت فتره بقى بره وكبرت ممكن جسمك يعمل حواليها خالص بس ممكن. دي سيستم ادواء ايه يا جماعه؟ تفرق من سيستم مينس سيستم هو انا فلويد فلويد هنا اسمه هايدريتد فلويد رقم 8 هنا ده هايدريتد فلويد. ده فلويد جوه اهم حاجه في الهيدات الفلويد ده هايلي انتيجينيك. يعني ايه هايلي انتيجينيك؟ يعني لو طلع بره هتبدا تجيلك انافيلاكتيك شوك هتموت. سؤال ايه اللي يمنع ان الاسكوليكس اللي ماسك ده في الجيرنال لاير يقع يحصل سيبريشن ويقع؟ اللي يمنع ان البلوت كبسول ديت يحصل لها سيبريشن وتقع؟ اللي يمنع ان البلوت سيستم يحصل لها سيبريشن وتقع؟ الحاجات دي لو وقعت في الفلويد يسموها هايدريتد ساند. ساند يعني ايه بالعربي؟ رمل. انت تروح اسكندريه البحر تمسك رمله الميه رمله الميه الرمل هنا يقصد بيه ايه؟ الحاجات اللي وقعت في الميه. الميه اللي هي ايه؟ الفلويد هايدريتد فلويد. يبقى ما هو الهايدريتد ساند؟ ديتاتشد سبوليسيز ديتاتشد بلوت كابسول ديتاتش الدوكر سيست وقع بين في الفلويد يسموها هايدريتد سيل. ده تكوين الهايدريتد سيست تحفظ زي اسمها هايدريتد سيست تحفظها زي اسمها. 70% موجوده فين؟ ليفر. 20% بانك. 10% باقي خمسه الجسم. عارفين انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن سيست اسمها يوني نوكيولار هايدريتد سيست. تخيل ان هايدريتد سيست في منها اربع انواع يوني نوكيولار ستيرايل اوسيس مالتي نوكيولار. اللي انا بشرحه ده كله في سيست اسمها يوني نوكيولار. يعني ايه يوني نوكيولار؟ فيها كام لوكيول؟ يوني واحد لوكيول يعني سيست. دي كلها انا بتكلم عن وان سيست يوني نوكيولار سيست. في نوع تاني اسمه سترايل. سترايل يعني ايه بالعربي؟ عقيمة معقمة. امتى دي تبقى عقيمة؟ امتى الست تبقى عقيمة؟ ما بتولدش. امتى دي تبقى عقيمة؟ لما ما بتولدش. ما بتولدش ايه؟ لما الجيرنال ديت ما طلعش كونتنتس ما بتولدش. يبقى السترايل هي عبارة عن يوني لوكيولار بس من غير كونتنتس. الجرنة اللي بتفشل انها تولد ما بتولدش عقيمة يعني ما تحفظش كلمة كايدة معروفة. اوسيس امتى سمي السيستم دي اوسيس؟ لما تكون فين؟ في الليفر ولا في اللنج ولا في البرين ولا في البون؟ اوسيس تيشو. لما تكون في البون اسميها اوسيس تيشو. يعني الاوسيس تيشو هي يوني لوبلا سيست في البون عشان خاطر ملهاش واحد واثنين. منهم واحد واثنين هنا ملهاش فايبرس كبسول وملهاش لامينيتد ليه ملهاش واحد واثنين تبقى الريجولار مش حاجه تلمها مش حاجه تلمها الفلايزيشن. تقعد تضغط على الاوسيستيشن البول روجا تاكل الاوسيستيشن وتدخل مدلل الكافيتي وتعمل لك بون ايه فراكشن. تخيل اوسيستيشن تعمل لك بون فراكشن. يبقى ما هي الاوسيوس هايدريتد سيست؟ هي يوني لوكولار بس موجوده فين؟ بون وملهاش واحد واثنين ملهاش فايبرس كبسول ولا لامينيتد لاير مفيش حاجه تعمل لها لوكاليزيشن. تقعد تضغط تعمل بريشر تعمل اروجن في الاوسيوس تيشو وتعمل لك بون تراكشر في الاخر. في نوع رابع من هايدريتد سيست اسمه مالتي لوكولار. اسمها يعني فيها كام لوكيول؟ فيها كام سيست؟ مالتي كتير مالتي لوكيولار. ركز معايا بقى قوي ده انت اللي هتركز. مالتي لوكيولار ايه اللي يخلي ان السيست
تتفرع وتطلع بيننا برانشز كتير كده. لما يكون ليها فايبرس كبسول ولا من نيتي دير ولا ملهاش ايه انت تقعد تتفرع وتعمل مالتي وتيولز ها؟ لما يكون ملهاش واحد واثنين اكيد شكلها ريجلر ولا ريجلر ريجلر مالتي ريجلر كده؟ واحد واثنين يا ترى هتبقى لوكالايز ولا بتعمل سبريد؟ لو في الليفر عمال تنتشر تتوغل في الليفر اكتر من كده ممكن توصل لاي ديستنت اورجن بطريقه ضرب الانفكتس ولا الميتاستاتيك ميتاستاتيك انفلتريتنج زي الماليجنس بالظبط. المالتي لوكالايز ديت يا جماعه الكونتنتس بتاعتها ما فيهاش الا سكوليكس يعني ما فيهاش بروز ولا نوتاسيس فيها سكوليكس بس. المالتي لوكلر ما فيهاش فلويد من جوه ما فيها ايه؟ جيل جيلاتينس ماتيريال. يا ترى مين اخطر؟ يوني لوكلر ولا مالتي لوكلر؟ مالتي لوكلر اخطر. اخطر ليه؟ الريجولر تعمل سبريد بتستكفي مش كده؟ ديفيكالت فيكسيشن اليوري اقدر اشيلها لوكالايز لكن دي بتسرح في الليفر اشيلها ازاي؟ اشيلها في كل وقت. طب مين مور كومن؟ يوني ولا مالتي لوكلر؟ ها؟ يوني رحمة ربنا فينا يوني لوكلر اكتر أكثر مور كومن عن المالتي لوكلر. واحد يقول مش عارفه اقول لك لان اليوني لوكلر دي بنت مين؟ بنت الايكينيكوكس جرانيلوزس مين يا جماعه؟ بنت الايكينيكوكس جرانيلوزس. لكن المالتي لوكلر من اسمها مالتي لوكلر بنت مين؟ بنت الايكينيكوكس مالتي لوكلر. ورجلكم كانت مالتي لوكلر عند الكلب ولا عند الثعلب؟ عند الثعلب يبقى ديت بريفين. مالتي لوكلر سيست بريفين دي بريفين مش عايز يكون ما هو بقى انت عندك ثعلب في البيت بقى اه تقعد تلعب معاه تاكل البيضه في بتاعتي مش كده؟ معقوله انت بقى انت معاش الديابة بقى وتعالي بقى من الغيط بقى وكل يوم بري ليه؟ لكن كلاب ما أكثر الكلاب في بلدك ساعة الفرش ما أكثر الكلاب في بلدك. الغني يجي له يوني لوكلر الغني يلعب مع الكلب في البيت والبقيه يتنام جنب الكلب في البيت كل يجي له يوني لوكلر لكن مالتي كلاب ده بيحك في كاتشترية مين اكتر يجيله مالتي لوكلر اناليسيس مين؟ ها؟ سؤال شهوه ها؟ هيلعب مع الثعلب حتى لو عايش في الغابه هيلعب مع الثعلب لما كنت رزان ولا محمد الحلو مين اقرب؟ مين اكتر يجيله مالتي لوكلر؟ مين يجيله مالتي لوكلر؟ سؤال شهوه لا بالسر الناس اللي بتشتغل في ايه؟ الناس بتعمل ايه؟ فرير يا جماعة مش كده؟ الناس اللي بتتعامل مع الفرو بتاع الثعلب معايا؟ بتشتغل في عارف وياخد الفرو بتاعهم ده ممكن ياكل ممكن يجي لهم مالتي لوكلر اناليسيس الناس اللي بتتعامل مع الفرو بتاع الثعلب معايا؟ يبقى دلوقتي عندك كام نوع من الاناليسيس؟ انا عن نفسي بقول هم اربع انواع يوني استرايل اوسيس مالتي كلهم ولاد جرانيلوزس معانا المالتي لوك من اسمها بنت المالتي لوكلاريس الموجودة عند الثعلب. سؤال لو قلت لك ايه الفروقات اللي بين اليوني والمالتي لوكلار اول فرق تقول ايه؟ لا اول فرق مو فرق اول فرق ده ايه؟ وان سيستم غلط ها؟ شايفين زوجتكم دي بنت الجرانيلوزس ودي بنت المالتيكلاس ده اول فرق ايه اللي يخليك تنزل في السيستم هتبقى ابدا من فوق وتنزل معايا هتتكلم في السيستم انت تخبط بقى
ده دي بنت مين ودي بنت مين؟ طب تاني فعلا تقولوا ايه؟ دي بنت بوكس هنا بيكون دوب لكن هنا بوكس. بعد كده ادخل بقى في السيست بقى دي يوني ودي مالتي من اسمها دي ريجولر والتانية الريجولر انا مالتي. طب ايه اللي يخليها الريجولر؟ ملهاش واحد واثنين مش كده؟ طب ملهاش واحد واثنين دي لوكالايز ولا بتعمل سبريد؟ انفلتريشن مور دينجرس انت ستاتيك من ضمن الفروقات ما فيهاش فلويد يا جيل الكونتنت ما فيهاش الا سكوليك ما فيهاش حاجات الكونتنت. انا كل ده بتكلم في المورفولوجي بتاع الهيليسيس. ما قلتلكش انت بقى عندك ايه؟ انت بتشتكي من ايه؟ حد صوت يقول لي انت بتشتكي من ايه؟ لو انت عندك الهيليسيس بتشتكي من ايه؟ ممتاز على حسب السايت. طب في اي سايت اي مكان تعمل ايه؟ ممتاز ممتاز جدا. اي مكان عندك كور عندك بالونه في اي مكان بتضغط على تشر ايه في كومبريشن بريشر اتريبيوت ممتاز. ال 70% موجوده فين يا جماعه؟ بتضغط في الليفر بتضغط جوه الليفر بتضغط على ايه؟ على الظهر سبعين من المية شوفنا شكل في الليفر كده بنسي كده الليفر نسي لأنها في ألف محاضرة ساعتها تدخل في الامتحان تكتب الكلام اللي المفروض يدخل في الكتاب وناخد 3 من 10 على قد اللي كتبته. 70% من احتمالاتك في الليفر كتبت حاجة ما كتبتش في الليفر بيحصل ايه؟ في الليفر قبل لانج تكتب في الليفر طبعا تندر هيباتوميجالي تندر هيباتوميجل يبقى كبير تندر كورة جوه وبعديها تكتب ايه؟ كومبريشن اون. كومبريشن اون ايه بقى؟ بايل داكت كمان جوندس. كومبريشن اون ايه كمان؟ بورتال بين بورتال هايبرتنشن. وبعد كده كومبريشن اون ايه كمان؟ ليفر سيلز تعمل لك اتروفي. احنا بنحصل في الليفر 70% من الاحتمال في الكانسر. طب في اللنج في اللنج بيظهر على ايه؟ الجلاي على الترقية على الترفيوز كومبريشن ديزنيا مكان جدك نفسك وشك ازرق سينور تفوق كده في البرين تضغط على ايه في البرين؟ انت بقى وحظك يجيلك شلل يجيلك عمل يجيلك صرع على حسب المكان اللي تضغط فيه مش كده؟ على حسب السيستم اللي بتضغط عليه. هنزود الانتركرينيال بريشر تعمل لك هيديك صح؟ تعمل لك بيرنج انك تدلل انك تراجع لذلك انتركرينيال بريشر. في البون تعمل في البون فراكشر في البون على حسب المكان بتعمل كومبريشن اوعى تنسى كلمه كومبريشن. طب الفلويد ده لو طلع بره ده بيعمل لك ايه؟ ريفلكس شوك. انا في لاكتيك شوك تموت لو رفشرت سيادتك تموت. انا في لاكتيك شوك ترفشر ازاي؟ حد يديك بنيه فرقعت هي من نفسها البريشر بيقعد يزيد وفرقع لو حصل فيها انفلاميشن بتكون ابسس كرار بيفرقع لو فرقعت تموت من الاتلاك الشوك. طب لو انا لحقتك بقى ادينا كورتيزون وانت استمينك وحاجات لحقتك من الاتلاك الشوك في مشكله تحصل لك تاني ايه؟ الحاجات اللي جوه هتروح فين؟ تروح اي اورجان فين تعمل لك سكند ريسس يجي بعد سنه سنتين من بلاوي زرقاء في جسمك كله. يبقى لو فرقعت انا هموت من الاتلاك الشوك. طب لو حد لحقني انا هيديني سكند ريسس في كام تاني معايا؟
pathogenesis of mandatory cysts and epidermis. لعرفوا عن ما تكتشف. Diagnosis, تنقص الدياجنوزيس عسبتوا بالضبط خمس بصي بقى معايا بقى Diagnosis أنا بقى دلوقتي عندي هيدابيدوزيس أنا عندي هيدابيدوزيس كده أو أنا دكتور رجالي عيان عنده هيدابيدوزيس غالبا هتكون فين؟ اللبن قلت ليه؟ انت دلوقتي عمرك فكرت ايه انا كنت الليبر عشان ما هوش انت كنت بتكشف العيان ده الليبر بتاعتي متمدد كده الكوره جواه كده مش كده الكتاب بيقول لك لو حطيت ودنك هتسمع صوت اسمه هايديتد سريلا بقول لك قال ايه الفلويد اللي جوه ده بيخفض في الكونتنس بيخفض يعمل لك صوت زي صوت القطة بتقول لك ميو ميو ده صوتة وهي قاعدة ساكتة كده حتى عند قطة كبيرة ده كلب ده الصوت ده وقت كده تسمعه وانت حدش ودنك على عمل السيس في الليبر في البانك في البريين حط ودنك تسمع صوت معين اسمه هيدات سريل رنين صوت ده وقت ده طبعا كلام تحشيش يعني لما تسمع صوت ده يبقى ايه؟ اي سيست فيها فلويد هتعمل لك ممكن الصوت ده. سيستك تبعت العين يعمل اكس راي يعمل سونار. سونار قلت السونار اللي هو اشعه تلفزيونيه او يعمل سيتي سكان. يعمل الثلاثه ولا يعمل واحده بس؟ يعمل واحده وعلى حسب المكان. يعني لو انا دكتور مخ واعصاب هيجي لي عيان عنده سيست في البرين. هعمل له اولترا سونار برين عايز اولترا سونار تجيب بقى انت بتاع كده وتحط هنا كي واي كده حاجه كده بتغذى كده وتقعد تمشي كده تمشي على بقى والكلام ده ولا تعمل له اشعه مقطعيه سي تي سكان وبيقول لك عيان عنده شكل عمل ده سيتي سكان بس ليفر لانج برين الرحمه عنده هدات السيس في البصرة يعمل السونار اولترا سونوجرافي مش عارف في في البون بيعمل اكس راي يبقى على حسب ده لك العيان بايه بالظبط هتعمل اكس راي سونار سيتي سكان هيجي لك الريبورت ايه العيان عنده سيس حجمها كذا في كذا لكن هل السونار هل السيتي سكان هل الاكس راي هتقول لك ده عنده هدات السيس هتحدد نوع السيس لا لا طب اعمل ايه؟ اتاكد ان دي هيجازي ما هياش تيومر وانا بعبيط يقول لك خد بايوبسي بعبيط وخدت بايوبسي انت هتموت العيان من انافلاكتيك شوك بايوبسي ايه بقى؟ هتاخد بايوبسي طب اعمل ايه؟ كل اللي خدناه قبل كده اقول لك تاخد بايوبسي تعمل ستو اكزامينيشن تعمل دول اناليسيز بتلاقي بعينيك الدايجنوستيك ستيج لكن هنا انت ما شفتش حاجه بعينيك انت كل شفته في الاشعه سيست ترى بناين ولا بنيتك ولا البيت بتعرف ازاي يقول لك ما قدامكش بقى الا سيرولوجيكال وانتراديرمال وزوجيد انا عندي هالات سيست في البشره اكسانت ستاينر يبقى عندي اعتبار الدنيا ما قدامكش الا انك تعمل انتراديرمال تيست هنا بقى في الكتاب يقول لك ايه؟ انت يقول لك اسمه صاحبها كازون بيقول لك بتتعمل ازاي؟ اشمعنى؟ دي التفرقه العنصريه دي دي زمان كل اللي خدناها بكده انتراديرمال يقول لك انتراديرمال يوسف انتراديرمال يوسف اشمعنى النهارده بقى يقول لك اسم صاحبها ويقول لك بتتعمل ازاي؟ اشمعنى؟ لان هناك كان في حاجات ثانيه كتير تعتمد عليها في الدياجنوزس كده؟ حاجات تانية كتير تعتمد عليها النهاردة أنا لحد دلوقتي مش عارف أعرف دي أعرف دي إيه The only way to diagnose hydatidosis ما تبيش إلا intradermal و serological بس عشان أتأكد إن دي هيداتي عشان كده مين أهميتها كتبها لك باسم صاحبها كازوني وقال لك بتتعمل إزاي
ويجي لك مثلا يقول لك رايت اون كازوني تيست. انت رادو يعمل ساعتها بتجيب الانتوجين 0.1 او 0.2 ملي تحقنه. حينه فين؟ حينه فين يا جماعة الانتوجين؟ المكان اللي انا بتوقع فيه اللي هو السيستم. يا ابني لا في ايه؟ انت بدل ما تسال اي انت بدل ما تسال هنا في ايه؟ معاك؟ فين في دي بقى؟ ها؟ هنا في